ياك لاباس، كيفاش هرس سيديك؟ والو، غير طلعت نصبق واحد السقف بالسلوم وطاح بيا. وزعما انت مول العقل وعارف باللي السلوم ما صالحش للخدمه في العلو، وبانه خصك تامن البلاصه اللي غادي تخدم فيها ودير شافوداج اللي فيه سيستم اللي ما يخليكش طيح. وياه الله يهدينا، كانت غادي تكون كارثه مضوبله كون طاحت على شي حد. راه عرفتك هادي، وزعما خصك تكون قدوه، لا زربه على صلاح، ها انت وليتي مقبص، لا صحه لا خدمه. راه كانت الخدمه مزروبه وخفت نتعطل. على اين، الحمد لله على سلامتك، ومن هنا لقدام رد بالك. رضا لنعمل من اجل مستقبل افضل.